بكره القدم بقوه، يعني اللي خلينا نقول حاصله على بطولات، انا احكي على البطولات، ايران حاصله على بطولات بالعالم يعني. اليوم راح شفنا الفرق بين المستوى الاسيوي والمستوى اوروبا، والبارحه شفنا الفرق بين امريكا اللاتينيه وبين اسيا، فالظاهر يعني المنتخبات او اوروبا وامريكا اللاتينيه سابقتنا يعني بخير. ولو تعقيب بسيط، يعني منتخب القطر يشارك بكوا امريكا النسخه السابقه، قدم اداء كلش قوي، كان اداء قوي جدا وحصل نتائج مميزه شفناه. يعني قلنا هذا الشيء راح ينعكس على ملعبهم وجماهيرهم، لكن نفس الاسماء المنتخب القطر قاعد يلعبون، لكن اذن عمر اخذ من عندهم عمر ومواصفات عرب افريقيا وعرب اسيا والبلدان الاسيويه ومن ضمنها اليابان وكوريا واستراليا، احنا هوات بالنسبه لكاس العالم. يعني ممكن افريقيا السنغال نيجيريا الكاميرون ممكن ومن حقهم يوصلون مربع ذهبي، انا يعني اتوقع بالمونديالات المقبله، بس احنا هوات بعد ما نتطور لالاف السنين. انا قلت اليوم يعني قلت لهم كل منتخبات اسيا هوات، كل حتى اليابان وكوريا، اليابان في الاداره اساسا. يعني انت احنا شفنا منتخب قطر اللي صحيح. اللي ابكى اسيا وابكى العرب، والاعداد مالته كان اعداد قوي، اعداد وارضك وجماهيرك يعني منتهي، منتخب ما عنده ما قدم يعني هجمه او هجمتين. ايران اليوم ايران صعقه بالنسبه للمنتخبات العربيه، ويعني احنا هم مستقبلا لا احد يكابر ويقول احنا بدا وافتتاح البطوله مباراه السنغال وهولندا. السنغال اليوم افتتاح الحقيقي جيد. لا مو حتى ما رغم الغيابات السنغال ترى جاء السؤال اليوم. السؤال نعم، احنا اليوم شاهدنا ايران بغض النظر عن النتيجه، بس الاداء ما كان مرضي واداء مو مميز جدا. فارق شاسع. ايران من تلعب ضد منتخبنا مثل ما يقولون تتمشى علينا عباس، 3-0 بالمرتاح. احنا المفروض يعني مستقبلا الاتحاد على الاتحاد وكررها على الاتحاد الاتحاد يعد نفسه انه احنا في السابق يتذكر الاتحاد الطائرة مو لقد احنا عندنا يعني نعرف حجمنا وين بآسيا وبالوطن العربي نسولف بس قلنا اريد نخلص من سوالف البرامج احنا في السابق يتذكر استاذ قاسم يعني كانت الخليج محصورة بين الكويت والعراق، المنتخب الاخر اللي ياخذ البطوله الخليج يحتفل كانه ما ماخذ كاس العالم، احنا مستقبلا اذا ناخذ الخليج او بطوله عربيه لازم نحتفل كانه ما احنا ماخذين كاس العالم، بعد هذا حدنا. يعني اسيا صارت مره ب 2007 وبالصدفه بعد نحلم، لان عندك على قول زميلنا سامي عيسى بيك 6 هذول السته بعد احنا ما نوصل. ابو الفضل انا ممكن ادخل يعني ادخل على هذا على هاي الجزئيه اللي انت حكيتها، نرجع للدوري العراقي. الدوري العراقي هسه قبل فترة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات كان اللاعب العراقي مرغوب بالدول المجاورة، بالدول الخليجية، بالدول العربية يروح، يعني ناهيك عن الدول الآسيوية، يعني بعض اللاعبين راحوا احترفوا هناك. حاليا انت هسه مرات انت تباول الواقع مالتك، مع احتراماتي وتقديري لكل الأسماء والجنسيات اللي راح أذكرهم، عفوا مو أسماء اللاعبين الجنسيات، يعني اللاعب اليمني مع احتراماتي إليه صار لاعب سوبر بالدوري العراقي، يعني شنو؟ يعني مستوانا اقل من اليمن. اللاعب السوري صار لاعب سوبر بالدوري العراقي، اللاعب اللبناني صار لاعب سوبر بالدوري العراقي، يعني هذا واقع انه اللاعب العراقي مستواه يعني في تنازل، وهذا خو ما يتحمل المنتخب. هسه انت اليوم بالطائره بس خل اكمل لك هاي بالطائره، المنتخب مدرب المنتخب يروح يدرب مثلا اللاعب شلون، انا هسه ما اعرف الطريقه مالتكم عشان هذا لو هو يجي لاعب جاهز ويطيط التكتيك مالته ويطبقه ويشتغل على هذا التكتيك مالته. بدايتنا ويدرون بدايتنا افضل من القدم، بدينا بمدرب ايطالي من الفئات العمريه وراح يصعد وياهم. لا لا اقصد اقصد الدوري العراقي الانديه كانديه كانديه، لكن الموسم الحالي من خلال 5 أدوار اللي مضت أكو متطور واضح بالمستوى الفني من خلال الملاعب ومن خلال الموضوع هاي السنة. أستاذ قاسم وانت قلت الإنجليز دوريهم رقم واحد ومنتخب ما عندهم، لا لا احنا يعني